معنا من بون مدير شبكة دير الزور 24 عمر أبو ليلى. عمر مرحبا بك. الأمريكان يقولون لا إصابات، من خلال المعلومات التي وصلتك هل الضربة مؤلمة على حقل العمر أم هي ذر للرماد في عيون أنصار الميليشيات؟ مرحبا أخ محارب وجميع السادة المشاهدين. مرحبا. بالنسبة للقصف الميليشيات الإيرانية على قاعدة حقل العمر، للتنويه هي ليست المرة الأولى، لكن بشكل رسمي ما حدث في يوم الأمس تحديدا كان رد مباشر وكان متوقع من قبلنا، بسبب أنه قبل أقل من 24 ساعة كان هناك غارات أمريكية استهدفت مواقع إيرانية، مواقع الميليشيات الإيرانية في محيط مدينة الميادين من جهة الماقف كما هو معروف محليا. تم على إثرها بعد ساعات قليلة الرد على بقصف محيط قاعدة حقل العمر النفطي شرق الفرات. طبعا الحقل هو يمتاز بأنه يوجد فيه معدات عسكرية لا تقل عن أي قاعدة أمريكية موجودة في العراق، مثل قاعدة عين الأسد أو حتى السفارة الأمريكية في بغداد أو باقي القواعد العسكرية خارج سوريا المحصنة من حيث الدفاعات الجوية. صرح المتحدث باسم التحالف الدولي كما ذكرت في تقريركم قبل قليل أنه فعلا لا يوجد أضرار. شخصيا اليوم تواصلت مع مصدر عسكري أجنبي موجود في قوات التحالف، أكد لي بالفعل أن الأضرار جدا محدودة ومادية، لم تصب حتى القاعدة الأساسية. أريد أن أتطرق لنقطة ربما غابت عن ذهن الكثير من المتابعين للأحداث الأخيرة. أعتقد من وجهة نظري كمراقبة شخصية أو كتحليل شخصي أن الأمريكان يدركون أن التحركات الإيرانية في دير الزور كانت في الآونة الأخيرة كانت مكثفة. كان هناك زيارة سرية ربما أعلن عنها لاحقا للسفير الإيراني السبحاني مهدي سبحاني إلى دير الزور والتقى فيها قيادات الميليشيات. فجاء الرد الأمريكي بعد الزيارة بضعة أيام، ويبدو أن الإيرانيين كانوا قد أخذوا ضوء أخضر بالرد على أي قصف يأتي من الأطراف الدولية. نتكلم عن وقت زمني أيضا ليس فترة زمنية طويلة صح التعبير منذ آخر قصف تعرضت له بشكل رسمي تعرضت له هذه الميليشيات، ونتكلم منذ شهر يناير أو جانيوري بمطلع هذا العام عام 2021 كانت الضربات قاسية جدا من قبل الطيران الإسرائيلي حينما استهدف جميع مواقع الميليشيات الإيرانية في دير الزور المدينة في الميادين وفي البوكمان. نعم. طيب عمر، الشعراء التي قسم الظهر التحالف وجود مهدي سبحاني في دير الزور، لماذا؟ وثم إذا كان حقل العمر بهذه الأهمية، هل قصفه في متناول اليد هكذا من السهولة بمكان بالنسبة للميليشيات؟ الأمر سهل؟ طبعا أشكرك، سؤال جدا في غاية الأهمية. حقيقة حقل العمر لا يبعد عن 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 الميليشيات الإيرانية سوى بضعة مئات من الأمتار. الفاصل ما بين حقل العمر والميليشيات الإيرانية هي ضفة نهر الفرات ببساطة شديدة. حتى لإضافة المعلومات أنه بمجرد أن قصفت الميليشيات الإيرانية يوم أمس محيط حقل العمر، انتشر المئات من عناصر مجلس دير الزور عسكري مضوي تحت قسد على ضفاف نهر الفرات. يبدو انه كان هناك تعليمات جديه من التحالف على وجه التحديد لعناصر مجلس دير الزور العسكري، عناصر العسكريه التي تقاتل تحت دعم التحالف الدولي ايضا، بالتواجد خشيه تغلغل ايضا من الميليشيات الايرانيه. ونحن كابناء دير الزور كررناها وتحدثت عنها شخصيا في عديد من المقابلات على قناتكم الكريمه، شرق الفرات يوجد فيه خلايا عديدة تتبع لميليشيات إيران. هذه الخلايا مهمتها بالضبط تحديد المواقع التي يتواجد بها قوات أمريكية أو قيادات عسكرية سواء تابعة لقسد أو المجلس العسكري أو أي طرف آخر هو معادي للإيراني. حتى الوجهاء العشائريين ثبت بمرحلة من المراحل أن خلايا إيران لها يد مباشرة في تصفيه عدد من الوجهاء العشائر. هذا بالضبط ما حدث ويحدث في دير الزور. مدير شبكة دير الزور 24 عمر أبو ليلى كنت معي مباشرة من بون، شكرا جزيلا لك.